الصديقات والأصدقاء حياكم الله، وحلقة أخرى من صالون علي وجيه. ضيفي اليوم الفنان التشكيلي والأكاديمي الدكتور مكي عمران. حياك الله دكتور. حياك. أهلا وسهلا ولونت الصالون وصاحبه. الله يسلمك. بهذه التجربة الفذة وهذه الوسامة. شلونك دكتور؟ الله يخليك حبيبي. تعبناك. الله يسلمك. لا العفو. طول عمرك دكتور. بصراحة تجربتك مكثفة وثرية وممتازة. هسه راح نحاول نسولف بيها هواي، لكن أريد أبدأ من المكان. أريد أبدأ من مكي عمران طفلا في بابل، والخط الأول أو الفقر الأول كيف بدأ؟ الحقيقة البدايات الأولى في يعني محلة قريطعة. قريطعة مدينة بسيطة، قرية بسيطة، هي مو قرية وإنما على أطراف مدينة الحلة الصوب الصغير. طيب. قريبة عن نهر يعني شط الحلة على ضفافه. من أنا حقيقة بدأت اللحظة الأولى أو يعني اللبنة الأولى في حب للفن. كيف؟ كيف مدرس التربية الفنية اللي هو أبي الشاعر رعد كريم، اللي هو أستاذ كريم. كريم عزيز. كريم عزيز احتضني احتضان كبير، اهتم بي اهتمام يعني بشكل بحيث ميزني عن باقي الطلبة. هذه كانت الضربة الأولى حقيقة. طيب. أعطتني فالدافعية عالية، يعني أنه يأخذ أعمالك وتخطيطاتك وألوانك ويجيب لك الباستيل وهو يسويها ويعلقها، وانت بعدك طفل وتشوف مع زملائك أعمالك موجودة، كنت تنافس الطلاب اللي بالمرحلة اللي هي السادس. وهذا الحكي أنا تحدث لك صف ثالث ابتدائي رابع ابتدائي. صرت نجم بهذا السياق. إيه، هذه أعطاني حافز إنه شيء من التميز وشيء من الخصوصية. تدري الفن مو هو اللي يجي يصير فنان أو يصير شاعر، ما يعني مو شيء سهل، يعني موهبة وتسقل وترعى. اقترابي إلى منطقة يعني تجربتها على المكان، اقترابي إلى منطقة محاذية للريف، خلق لي فد علاقة غريبة عجيبة بيني وبين هاي المخفيات اللي موجودة في البساتين القريبة إلى هاي المحلة قريطعة. ده نحكي كبراءة لو كمنظومة لونية. منظومة براءة، منظومة فكر وجودي راح يتأثر عليها بعدين، وأيضا من خلال عملية التماس مع المكان اللي هذا راح يقودني إلى أنه أخذ جماليات المكان في الرسم العراقي. نعم. كأطروحة الدكتورة. نعم. اقترابي إلى منطقة ضفاف شط الحلة اللي بهذا الغريان الحري، يعني هذا يعني اللقاء مع الغريان الحقيقي. تدري بعد ما يفيض النهار. نعم. وبعد ما يعني يوصل إلى مراحل بعد يعني هذا الحكي بعد الربيع، يعني تصير الكدرة عالية. فتتغطى يعني ضفاف الأنهار بهذا اللون الحني. هذا اللون الحني بقى يعني مرافق إليه، مرافق إليه من قضيتين. يعني هذه القضية الأولى من أن كنت طفل، إنه زائدا من حيث المكان إنه بيت والدي هو في منطقة اللي هي آثار بابل، كان من ضمن آثار بابل القديمة. يعني بيتك ضمن أي يعني بيت والدي. نعم. وكان مبني أيضا بمن بطابوق بابلي يعني. جميل. فهذه الألوان الحنية يعني بدأت تظهر عليها بشكل جدا كبير. بس الغريان ما أثار فضولك حتى تنحت؟ أنحتت. لا اشتغلت نحت وأنحتت وظلت أنحت وجبت هذني وأنحت خيول وأنحت أشكال. طيب. وأجففهن أيضا، وهذا علاقتي بنه، وغرقت بسبب هذا الموضوع. لأنه منطقة زلق وأنا طفل، والله سبحانه وتعالى انقذني من خلال الحمد شخص لله. ايه. لكن ايضا بقى هذا يعني احب النحت، وانا ايضا نحات. واشتغلت اعمال نحتيه. القراءات الاولى دكتور، القراءات المبكره يعني اتذكر احنا بدايه نهايه الابتدائيه بدايه المتوسطه، كان زميل لي الله يرحمه دكتور جاسم المرزوقي. كنا نتبادل القصص، يعني قراءات إحسان عبد القدوس مبكرة، نجيب محفوظ، تولستوي، جريمة والعقاب، هذا حتى بداية المتوسطة يعني. ونقعد نسولف ونشرح، وعندهم كان دكان يعني أشبه بالبيتشة، ونسولف يعني يسولف لي القصة وين وصل بيها وين. هذا يعني قادني إلى منطقة الشعر أيضا وقراءة الشعر بحب. ما كتبت؟ كتابات خاصة بسيطة. كتابات بسيطة يعني. ما كانت أكو ميول سياسية؟ انت في يعني مراهقتك كان من الممكن انه تكون باليسار او كذا يعني، والحله يساريا كانت قويه يعني. بصراحه يعني
كان الهاجز الفن هو حقيقة أكبر هاجز عندي. يعني أكثر من السياسة. يعني هذا الهاجز اللي يعني خلاني أبتعد عن أي شيء آخر. طيب. ثم يعني بصفة الابن الأكبر يعني وقضية المحافظة على العائلة ومسؤولية العائلة خلتني أتجنب هاي القضية. علماً أنا أصدقائي أغلبهم يساريين وأساتذتنا اللي كانوا يدرسونا يساريين. اللي حببني للشعر هو أستاذ يساري. يعني كان أذكر القصائد مالت بويب، القصيدة إلى فد مقطع معين تنتهي، لكن إحنا كنا نحفظها كلها ويهدينا كتب. جميل. إحنا 4-5 طلاب، قالت تروح على الحكي هذا تخلصون مكتبتي. زين دكتور، باعتبارته مشغول بجماليات المكان، بالنسبة للتناسب إذا شفنا مشهد التشكيل العراقي راح نشوف أنه فناني بابل يشكلون ظاهرة كبيرة بها، رغم أن المدينة جغرافيا صغيرة وأيضا قريبة من بغداد، يعني قد تبتلع ثقافيا من بغداد. هنا هل المدن يعني تطبخ أفرادها وتسويهم فنانين أم أنه أكو سياقات ثانية؟ يعني ليش مثلا من أباوع، بعيدا عن ذكر مدينة أخرى، ما أريد أقارنها بمدينة أخرى، لكن أشوف مكي عمران وأشوف الفهميين وأشوف فاخر وأشوف عاصم وأشوف مؤيد محسن وأشوف شبر كثيرون، محمود شبر وعلي شاكر نعمة ووالدهم رحمه الله، فأنتم هواي، زين شنو السبب؟ وأنت ذكرت قضية مهمة جدا، أنه أكو سياق ثقافي يحكم السياق الثقافي الآني لو التراكم، سياق ثقافي متراكم. أنت تمتلك جذور تاريخية تمتد أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد. طيب. هذا حاضنة أولى، يعني قربك للآثار باستمرار، وجودك مع الآثار باستمرار يحفز عندك هذا الجانب. هذا واحد. اثنين، البنية الثقافية اللي موجودة زائدا يعني مقترنة بالبنية اليسارية أيضا وأيضا بالبنية الأخرى المجاورة السياسية. نعم. وكان هذا الاحتدام الثقافي اللي موجود، كثرة خريجي بابل. يعني بابل تعتبر من المحافظات اللي تمتلك عدد كبير جدا من درجات البكالوريوس منذ الستينيات. يعني انت ذا عندك طه باقر واحمد سوسه مثلا. نعم. وعلي جواد الطاهر، يعني هذه القامات الكبيره. يعني انت مثلا عبد الرزاق عبد الواحد يجي يدرس عندك في في ثانوية. في ثانويه مثلا. هذا الكم المتراكم من الوعي ومن الثقافه، وجود ايضا قامات ادبيه مهمه ساهمت. طيب. في رفض الحركه الثقافيه الابداعيه بكل مستوياتها. لكن بابل اللي وحدها ما صارت مركز، كانت دوما تحتاج الى بغداد. بغداد تبقى مركز، تبقى السنتر، تبقى العاصمة. هاي مشكلتنا احنا، عوالمنا احنا، مشكلة يعني العوالم الشرقية، انه المركز هو انت تلحق به في كل شيء. يعني انت تبتعد عن بغداد، انا متحدثها من زمان، تبتعد الشبر تنسي خطوة، تبتعد خطوة عن بغداد تنسي امتار. رحت لبغداد طالبا. نعم. طالب في كلية الفنون الجميلة، دخلت في يعني حدود 78 دخلت. واحدة من الأفكار اللي اجت في ذهني البارحة من أقرأ السيفي مال حضرتك، أنت بس جواد سليم يمكن ما ندرسك من الكبار. جواد سليم يتوفى. توفى في ميلادي. زين. خلينا نقول حافظ الدروبي. فايق حسن. نعم. وحافظ الدروبي يعني كاظم حيدر كان موجود، محمد غني موجود، إسماعيل فتاح الترك موجود أيضا. جميل. أستاذنا سعد شاكر درسني خزف، غالب ناهي درسني كرافيك، محمود شو اسمه العفو محمد صبري خالد الجادر كان أيضا موجود. أوكي. يعني بالفترات اللي كان يعني لحقنا عليه الكثير من الأساتذة، دكتور ماهود، أحمد غازي السعودي، كلهم الأساتذة الكبار. يعني حدثني عن الأكاديمية، يعني كانوا آباء كانوا يريدون أن يلقوا بظلالهم، كانوا معلمين، شنو كانوا بالضبط؟ يعني أنتم مجموعة من الفنانين الكبار لحقتوا على هذه الكوكبة. هو هذا أول شيء من حسن حظنا أولا، أنه الله سبحانه وتعالى من علينا أنه هذا هاي المجموعة من الأساتذة الكبار هم اللي هم قامة الفن العراقي، هم كانوا أساتذة ونلتقي بهم ونشوف ونسولف وياهم. يعني هذا كان حلم من أحلامي. يعني أنا أذكر مرة من المرات على سبيل الطرفة أنه أنا أسولف لزملائي، أنا سامي عبد الحميد فات وطخيت على مود حتى أقول أنا لمست سامي عبد الحميد، فكيف إذا أنا أمسك إيد فايق حسن بيدي أمسكها؟ سولف لي عن فايق دكتور، ليش كان ظله ثقيل لهذه الدرجة على تلاميذه؟ وما زال ويبقى ثقيل. ليش؟ فايق أول شيء رسام من الطراز الأول وملون من الطراز الأول وأكاديمي
من الطراز الأول. زين. أستاذ أبوي لأنه من يدرس بحميمية عالية، هذا الحاجز اللي هو كأستاذ أنت تتعامل وإقامة معرفية كبيرة يعني. هو يكسرها. هذا بيتعامل وياك بكل بساطة بطريقة سلسة جدا، ثم عند عين ذكية جدا في التقاط الطالب الذكي. يعني جرى على صفحة، أنا أتذكر مرة من المرات قال لي ابني اترك كل شيء ما لك علاقة. كان عندي أحد أقرباء اتحاد وطني كذا، هذا قال لي هذا أني عيفن على صفحة، انتهي بدرسك. زين. طاني خط أول أشتغل عليه، قال لي اشتغل باستمرار. ولذلك كنا نبات بالكلية، يعني أنا من الناس اللي أبات من الكلية يعني، كنت يعني قعد الصبح يعني الفراشة يقول لي قوم يما خلنا ننظف المكان، يعني أكنا ونستمر ونأخذ الموافقات طبعاً. نعم. موافقة إنه إحنا نبقى نشتغل بالكلية. بس أباو على النص البصري لمكي عمران ولوحاته ما أشوف فائق، بينما كثير من تلاميذه هو عبارة عن فائق بس غير توقيع. شلون فلتت من عباءة فائق؟ هو الحقيقة أنا في بداية كلية الفنون جميلة درست دراسة معمقة ورسمت خيول أيضا وأعمال الواقعية أيضا رسمتها، لكن سألت مع نفسي وبعد ذلك شنو؟ من أن العتبة مهمة، ما بعد الكلية أنت شو تريد تصير؟ أنا عندي هدف، أنا ما أريد أصير رسام ولا أريد أكون ملحق بخيولة في منطقة الكرادة. طيب. أنا أريد أصير فنان، وبذلك حسمت أمر من البداية أنه إذا أنا ظليت أردد مقولة أستاذي سوف لا أكون إلا ظل باهت. بس هاي يعني مغامرة، الاقتناء نعم. راح يقل، الشهرة راح تقل، ومؤلم جدا يعني. أوكي. يعني أنا بالخطوات الأولى كان بإمكاني أن يعني تقتنى أعمالي ورسوماتي وعدة أعمال، يعني أحد الأعمال اللي هي هديتها لأحد أصدقائنا أستاذ رعد اللي هو كان معلق رياضي وكان يقدم برنامج تلفزيوني. نعم. أستاذ فيزياء ودكتوراه في وقتها، أستاذ فائق الله يرحمه قال لي جيبه مكي كملت هذا العمل، جيبه حتى أسوي لك عليه تفنيش وأوقعه. يعني هاي ما أريد أسويها مزايدة كلامية لكن هذا حقيقة تاريخية يعني. وبعدين سافر لفرنسا وصار الحادث. طيب. لكن هذا الموضوع كان يهمني أكثر أن أفهم شاكر حسن آل سعيد، كان يهمني أكثر أن أفهم جواد. هسه هو أنا دائما عندي سؤال طبعا هذا لا يعني أنه فائق حسن، يعني حتى نكون حقيقيين أنه وقامة جمالية من حيث التجريد اللي ظلمناه والنقد ظلمه أيضا فترة الخمسينات كانت تجريد تجربة كبيرة جدا يعني، وهناك من يقول بأنه بغدادياته كانت هي مبكرة. صح. لا فايق بصراحة هو أكثر من اللازم ولم يسلط عليه، ولكن لم يسلط الضوء على الحقيقة الإبداعية لفائق حسن في تجريدياته بالستينيات، أعمال عنده مذهلة بالكولاج. التأثر بمارينو ماريني تحديدا بغض النظر عن تأثيراته، يعني هو متأثر بديلاكروا ورسم أعمال ديلاكروا مباشرة. نعم. من بالمتحف يعني، وأنا مسجل هذا التسجيل صوتي يعني. أوكي. من خلال مقابلاتي في بالماجستير كنت أكتب عن التقنيات الفنية في الفن العراقي. جميل. المعاصر، وتحاورت وياه وقال لي المدة الزمنية شقد بقى بيها يرسم اللوحة اللي هي اللي لوحة دانتي وفرجيل في الجحيم. نعم. لديلاكروا يوجين ديلاكروا، والعمل بدأ شلون بالرصاصيات وشرح لي على تقنية الجليزنج وتقنيات وهذا. أريد إذا لاحظت دكتور أنا بالصالون أساتذتنا وأحبائنا التشكيلين دائما أسألهم عن هذا الثالوث، فإحنا بلشنا بفايق، أريد هسه جواد، شنو الجديد سوى جواد وليش بعد لحد الآن جواد؟ جواد عنده قضية مهمة جدا، هو سؤال المصير الوجودي كفنان. سأل نفسه يعني أنا أمام هاي المغريات الكبيرة وأمام ضغط الهوية، ضغط الهوية كان ضغط كبير جدا على من على الرواد، وبالذات كان يتلقف هاي المسؤولية التاريخية جواد سليم، واللي انعكست على من على جيل ما بعده وجيل الستينية بشكل. إذا هو من أنشأ مدرسة عراقية في التشكيل، خلينا كان همه أن ينتج مدرسة تتسم بسمات عراقية، لأنه تماس مع التاريخ العراقي، إن هذا الإبداع جاء من خلال المتحف. اشتغل بالمتحف. جاء من المتحف، فمن دخل للمتحف وشاف هذا الكم الهائل من التاريخ الفن العراقي العظيم، ما معقولة أنا أردد مقولة سين وصاد. صح. أنا درست عندهم، وهذا ما قال بيكاسو إلى إسماعيل الشيخلي،
في لقاء من اللقاءات المهمة يذكرها الأستاذ إسماعيل أنه قال له إن هو إحنا نأخذ الفن من عندكم، يعني أنت جاي تدرس هنا بهذا المعنى، بأنه إنه أنتوا حاضنة تاريخية 7000 سنة قبل الميلاد، أنتوا ثقافتكم وحضارتكم وهذا، فإحنا ننهل من هذا المعين. جواد الرسام أم النحات أقرب إلى كل شيء؟ لا، أنا جواد الرسام أقرب إلي، لأن أنا بنية الرسم هي اللي تشتغل عندي. جواد فتح آفاق كبيرة مهمة جدا، فتح صفحات للتاريخ الفني الإسلامي اللي هي الواسطة، ودخل يعني كأنما استدرج ماكا واستدرج بوليكلي إلى الواسطة، ودخل هذا المختبر الجميل وأنتج لنا هاي البغداديات الرائعة جدا. يعني أنت لا تستطيع أن تقول إنه هذه الأعمال مو عربية، لا تمتلك طابع إسلامي، لا تمتلك نص يمتلك هذا الامتداد اللي هي كيد النساء والكوفة وكذا، هو إيه هاي البغداديات المشهورة كيد النساء، وببساطة عالية جدا، ورسمها بتلقائية أيضا عالية جدا، بلا هذا الحفر المبالغ به وبلا هاي التقنية المبالغ به، ولذلك هاي من مشكلات الأعمال مالته أنه سهلة التزوير. هاي مشكلة طبعا، مشكلة تقنية. نصل لهذه اللحظة الدفقة المعرفية والفلسفية اللي اسمها شاكر حسن آل سعيد، شنو اللي سواه شاكر؟ شاكر أكو راكد ثقافي بالوسط التشكيلي، هذا الراكد الثقافي من خلال المقولة والخطاب والنص، أنه أغلب الفنانين التشكيليين العراقيين أغلبهم مع استثناءات محدودة أنه ميال للإنجاز الفني الإبداعي أكثر مما هو من ميال للإنجاز النظري. طيب، شاكر حسن بوجوده في فرنسا ولقائه في فرنسا ودراسته في فرنسا، يبدو لي قرأ الخطاب اللي يشتغل على علاقة الشاعر مع الفنان اللي لقفها منه بابلو بيكاسو عام 1904، علاقة بيكاسو بأبولينير وأيضا مع اللي آخر اللي قدم الأبولينير مو شعراء، صح، هذه لغة الشعر مع الفنان كوكتو أيضا قادته إلى شكل كبير جدا، بحيث انفتحت عدة أفاق الرؤى. قضية مهمة جدا أنه أنا أدخل الشعر داخل اللوحة، ولذلك أنت تباوع خلى لافتة بابلو بيكاسو عليه من على الاستوديو مالته ملتقى الشعراء، هو ليس ملتقى الفنانين. هذه قضية مهمة. شاكر عنده كتاب مشترك مع حسين مردان، رسالة من شاعر إلى رسام كتيب. بالمناسبة شاكر حسن آل سعيد يعني امتداداته الثقافية كبيرة، يعني أنا من طلعت قراءتي الأخيرة الهايجار وقراءتي أيضا القادمار، وجدت تلمست هناك، ما أريد أقول تناصات، ولكن هناك روح خفية ما بين هذا البناء الوجودي، الفكر الوجودي اللي موجود عندنا يعني من ترحيلات مدرسة فرانكفورت، موجود أيضا ببيان البيان اللي بال65، البيان التأملي. هاي قضية امتدادات الصوفية والعرفانية لشاكر حسن آل سعيد ومغنطتها بنص فلسفي خلاه يتبوأ قمة وهرمية كبيرة جدا بالخطاب التشكيلي. أيضا ظل كان ثقيل وأيضا صنع كثيرا من النسخ شاكر. طبعا شاكر مو سهل، شاكر عتبة لا يمكن تتخطاها بسهولة، لأن يعني أنت تدري أول من كتب النص لجماعة بغداد الفن الحديث، بغداد الفن في ذلك الوقت، يعني فهو قام معرفية وتنظيرية وموثق دقيق جدا، بحيث المتمر شاردة واردة إذا ما يوثقها أو يحولها إلى خطاب فني. طيب، بدليل أبسط كشك عمان في تسعينيات القرن الماضي، كشك عادي مزوي متروك حوله إلى منجز عمل فني. هذا انتباهه مهمة، يعني أنا أتذكر بريتسون يقول الفن حدث، لغة الحدث زادا الخيال تنتج فنان كبير. أنت راضي بهذه المسألة أن انبثاقة التشكيل العراقي هي عبر هذا الثالوث، لو ممكن يكون مربع أو شكل خماسي؟ لا، هو يمتد، لا يمكن، هذا تاريخ لا يمكن أن ينحصر على منو يسترعي انتباهك ويستفزك منهم أكثر؟ هم كثيرين، يعني احنا أساتذتنا كلهم بالفن، وأيضا الفنانين الستينيين مهمين جدا، يعني ضياء العزاوي، محمد ماهر الدين، سالم الدباخ، الجميع، يعني رافع، محمود صبري، هاي كلها أسماء كبيرة. بس أقصد على الرواد، أساس الستينيين فتحوا عينهم، شو شافوا ضاغط يعني كبير. إذا إحنا خلينا فايق وجواد شاكر أيضا، حافظ الدروبي، محمود صبري أيضا بهذا المستويات، يعني فتشي يعني كبير جدا يعني. طيب،
لأن أنت تدري إن انفتاح محمود صبري على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع السياسي وعلى الخطاب السياسي خلق لي نص ثوري داخل العمل. يعني أنت هذا العمل الرهيب اللي يذكرني بقصيدة تلولحي اللي غناها سعدون جابر، القصيدة الرائعة العريان، اللي أعتقد بثت يوم واحد وانقطعت. يا عمل تقصد اللي خاف مال اللي أنا أقصد به الإعدام مال سلام عادل؟ نعم بالضبط، هذا العمل الجميل أو ثورة اللي الجزائر موجود. طبعاً بالإضافة إلى ثورة الجزائر، هذا مو قضية سهلة. شوف هذا الامتداد وين راح نلقاه؟ نلقاه مثلاً عند فيصل، فيصل العابي لليوم طبعاً. الاندكاك السياسي خصوصاً عند اليسار أكثر شيء، نعم، هذا من جهة قد ينفع العمل الفني، نعم، أنه رافعة الحزب ونقده وجرائده ومجلاته راح تعتني بعملك، لكن ما ممكن أنه يحول إلى شيء شبيه بالواقعية الاشتراكية، أو أنه يكون الفنان جزء من البروباغاندا. هو يعني هذا الكلام ذكي جدا ويحتمل يعني الوجهة النظرية. أكو قضية مهمة جدا، يعني في حواراتي مع أخي وصديقي الله يرحمه دكتور بلاسم، لأن كنا سوا بالدكتورة، تلمسنا قضية مهمة وهي أشبه بالقانون الجمالي، أنه خطاب الستيني، الخطاب الستيني اللي اندكاكه كبير جدا ومتمغنط بالخطاب السياسي حول اللوحة الفنية إلى ملصق بوستر ملصق. هذا أعتقد جواب لكلامك. يعني بالمحصلة أنا مثلا أباوع شغلك ما أشوف به ذاك الخطاب السياسي، يعني أكو في شيء متماهي بالداخل. أنا مو قضيتي هذه، أنا بالفترة الأخيرة أنا أشتغل، مو ما أشتغل، يعني قضايا مآسي مثلا تتناول قضية فلسطين، نعم، قضايا الإنسان، قضية يعني أنا أتذكر بالخمسة وثمانين مهرجان الشباب مقدم عمل اسمه لا للحرب. تقدم عمل لا للحرب بالخمسة وثمانين يعني، أو مثلا بالواحد وتسعين بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة أقدم عمل اسمه الرثاء المر، عبارة عن جثة ممددة، محمد غني حكمة يقول لي هاي وين راح أخليها؟ يعني وين أخليها؟ هو كان عضو باللجنة، نعم، مال المهرجان الواسطي في وقتها. قلت له والله هذا اللي شفته بعيني. يعني أريد أسولف وياك عن مسألة الحرب، بس نروح فاصل سريع أعزائنا، فاصل سريع ونواصل. صديقات والأصدقاء حياكم الله، والجزء الثاني من الحلقة الأولى مع الدكتور مكي عمران الفنان التشكيلي والأكاديمي العراقي. دكتور، جيلكم بداية الستينات ارتطم بزهرة شبابه بشيء اسمه الحرب، وأثر هذا عليكم بشرا وفنانين وكذا، بحيث من أشوف فولدر قديم، مجلة قديمة بفنانين من الجيل الثمانين، إن كانوا من ثمانين الموجة الأولى أو التالية، أكو الخوذة وأكو الخاكي وأكو البندقية وأكو كذا، سواء كان بعملية رثاء للذات أو حتى بعملية البروباكاندا. أريدك ترجع لي لتلك اللحظات من الثمانينات، أنتم شبان وترسمون وبنفس الوقت تفتح عينك تطبق السيارة وتهجم بيت جيرانك إذا يجي شهيد، أو ربما يجي شهيد لبيتك وأنت بأي لحظة يأخذوك من استوديو قاعدة ترسم وتسوي ظل وضوء وتلقى روحك شايل بندقية تقاتل بشرا لا تعرفه. شنو هذا الكابوس؟ كان كابوس بالفعل؟ طبعا كان كابوس كبير. يعني احنا طلبة في كلية الفنون، يعني تلقينا الحرب في بداية يعني عز الشباب وأجمل أيامنا اللي هي لحظات دخولك في كلية الفنون، يعني 78 79 80 طبينا احنا أنا صف الثاني تقريبا الثاني، بدت الاحتدامات الكبيرة والتماسات الكبيرة مع علاقة وجودية انطلوجية ما بين الحياة والموت، ما بين صديق زميل أنت صديقك ثلاث أربع سنوات صف رابع يروح يتخرج يجي شهيد. هذه العلاقة مؤلمة جدا. يعني قسم من أخواننا وزملائنا حاول يبطئ هذه المسيرة للرحيل إلى الموت، أنه ما يمتحن أو يرسب أو كذا، لكن يبدو لي امتداد الحرب كان أكبر حتى من خطط عقلنا الصبياني.
الحرب كانت مدمرة بمعنى الكلمة، مدمرة بمعنى الكلمة يعني، لأن أنت في مقتبل العمر الأجيال السابقة تتخرج تروح إلى أمريكا، تروح إلى فرنسا، تروح إلى إيطاليا، تروح تلتقي بالفن وتكمل دراسة، تروح الشرق البصرة لو أنت رأساً مباشرة تطلع إلى مركز تدريب الحلة أو مركز تدريب مشات الموصل أو مركز المدرج صحولة في الدفاع المدرج، وإذا أنت برت شهر ثلاثة أنت رايح على الخطوط الأمامية. خدمت عسكرية؟ طبعاً خدمت عسكرية أكيد، يعني أكثر من 3 سنوات يعني، هذا بعد البكالوريوس وبعد الماجستير هم فالسنتين يعني. بس دكتور أكو سياق كانوا يعني سووه كثير من الشعراء من جيلكم والتشكيليين وكذا، أنه على القلم على الإعلام يرسم جداريات كذا، زين على الخطوط الأمامية تشتت يعني. أنا بالخط التماسي الأول يعني ما بيني وما بين الخط الأمامي هو مدى بندقية يعني، فكيف يعني أنا أتذكر مرة من المرات أنه زارنا ضيف من التلفزيون اللي هي كانت أمل حسين يعني. نعم. والتقت بي وكذا وهاي وقالت شنو طموحاتك؟ قلت لها طموحي أن أكمل دراسات عليا وماجستير وتنتهي الحرب العراقية في وقتها. فبهاللحظة هذا إجانا يعني قنبرة هاون 60 ملم باللقاء باللحظة هذه. فقلت لها لا تخافين بعيدة، هاي راح تروح على السرية الأولى. هذا الله صافنا. وأعتقد اللي هو ابن طعمة التميمي كان أحمد أو كان أيضا كان من ضمن الوفد اللي جاي يصور. فهي استغربت، قلت لها تخافين هاي بعيدة على فلان، لأنه من كثر ما صرت خبرة. إي خبرة. بس أنا كنت أرسم أيضا وكنت أتابع كتابات تخطيطات بقلم الرصاص الجريدة الجمهورية لحاتم الصقر ورسومها نعم الله، كنت أجمعها كل خميس كانت تصدر. نعم. هذا مشترك. كان يعني الميسم أو الرئة اللي أتنفس من خلالها، وأنا ما بين الموت عبارة عن أقدام يعني. أنا أنت قاتلت له؟ الحمد لله وشكر، لأن أنا كنت بالقلم فبعيد عن الخط يعني عن خط التماس القتالي، لكن أنا أعيش لحظات القصف وأدخل بحق الألغام وأطلع بال يعني. زين، بين خفة الفرشة، أكبر فرشة عندكم هي خفيفة لطيفة. أنا كنت أخذ مائيات وارسم هناك بالمناسبة. وبين ثقل السلاح، شنو تسلاح؟ قلت لك أنا أكو قضية مهمة جدا، أنا بحكم وجودي يعني لأنه خريج، لأن دخل الدورة مع الكتبة وما أدري شنو، فأبعدتني أنه والحمد لله وشكر أنه أنا سلمت المسدس الخاص بي. نعم. حتى باني أبو العنكبوت على مالت المخزن ماله يعني، مالت الإطلاق. ايه. بعيد عنه. أنا أمانة الله يعني قلت إلهي لا أريد أضرب ولا أريد أن ضرب، يعني في غنى عن هذا الحرب. استجاب الله دعاء الحمد لله على شكر. علما يعني أنا يعني بالخطوط الأمامية وصار مع تعرضات أمامية يعني ما قردمند ما قردمند وكل هذه. إيش قد يلا تخلصت لوحتك من أثر الحرب؟ حاليا لوحاتك ما بيها ذاك التتش. هو بيها لا أقصد الحرب العراقية الإيرانية. أنا ما رسمت مباشرة الحرب العراقية الإيرانية، لأن أنا أرسم الإنسان اللي هو نتاج هذا العذاب. طيب. لأنه خيرة أصدقائي ومن أحبهم واللي هو أستاذي بالفن اللي هو بن خالي عبد الحمزة فخري استشهد بعد ليلة واحدة من عرسه في نهر جاسم. نهر جاسم. فأكيد يعني هذا ترك فد يعني حفر عميق بداخل قلبي. هو اللي قادني إلى الفن، هو اللي جابني كلية الفنون، هو قبلي قبل سنة وكان يعني يدير باله علي ويجيني. أنا كنت بالخطوط الأمامية هو بالخلفيات، هو بديانا أنا بقردمند. فهذا وإذا يروح بنهر جاسم يعني بعد ليلة من زفافه، فتقول لي كيف الحرب ما راح تدخل داخل صراع اللوحة، في داخل سرد اللوحة وصراعاتها. أنا أفضل شوي غير الموضوع، موضوع مؤذي. خلينا نجي على الماجستير، عن التقنيات. نعم. الفن العراقي بالغ باستخدام التقنيات، بالغ بالتجريب، خصوصا اللحظة الستينية وما تلتها. اللحظة الستينية هي حقيقة هي اللحظة التقنية. بعد عودة الجيل هذا يعني اللي ذهب إلى أغلبهم إلى أوروبا الشرقية، يعني مثلا محمد مهر الدين مثلا كان بلغاريا مو؟ أي تقريبا يعني مثلا رافع الناصري ذهب للصين مثلا، هذا بالإضافة قسم منهم مثلا ماهود أحمد راح للاتحاد السوفيتي. هذا الجيل اللي إجا جيل الستيني جيل يريد يضع بصمة بالفن،
الرواد وضعوا بصمتهم من خلال الريادة التاريخية والزمنية، زائدا بعض الريادات الإبداعية، لكن هم كستينيين ضمن موقف فكري وموقف سياسي محتدم عالميا محتدم. يعني احنا اذا ذكرنا من 68 المقالة اللي كتبها جان بول سارتر غيرت الفن من الحداثة الى ما بعد الحداثة، وغيرت المفاهيم وغيرت زائدا طروحات سارتر. هذا الجيل يريد يوضع نفسه وجود، وجد ان سطح التصوير مهم ان يفعله، لكن مو بس الخطاب. نعم، سطح التصوير فعله من حيث البنية، البنية التقنية. فتشوف البنية التقنية للعمل الستيني غنية، يعني تتيجة ضياء العزاوي ألوانه يعني مبهرة، وبصراعاتها الداخلية، في تناقضاتها، في تتاماتها، الجماعي والحفر، والحفر العطار مثلا وتثويره للنص، السمرجي مثلا، الحاديات، كل هذه الأعمال الفنية. يعني حتى محمد مهر الدين نص ملغوم تقنيا ودلاليا، وخطابه مشاكس، خطاب مشاكس، النص مالته نص ثوري، يعني ثوري إبداعيا، يعني وليس فقط سياسيا، يعني على مستوى الإشارة، على مستوى الدلالة، يراد لك أنت منظومة سيميائية حتى تقرأ حقيقة. هل أنهك الستينيون السبعينيين من بعدهم؟ طبعا، كما في الأغنية العراقية وكما في الشعر، كما في الشعر، هاي كارثة، أنه أكو كيرف يصعد بالستيني ما تقدر تتجاوزه، ظلالهم ثقيلة، ظلالهم قوية، لأنه يعني هي بالمناسبة ليس في العراق، في الوطن العربي ولربما بالعالم، بالعالم اللحظة الستينية، هي اللحظة الستينية لحظة فارقة بالعالم. شنو سببها دكتور؟ تعرف أنا هذا السؤال سأله يمكن 20 ضيف ما حد اعطاني سبب. السياق الثقافي، السياق العالمي، الخطاب الثوري، يعني البروباغاندا الثورية، الخطاب اليساري، كل هذا. يعني ممكن الارتداد البطيء للحرب العالمية الثانية. هو طبعا أكو عندنا موقف إنساني ارتداد، يعني أكو تساؤل ما الذي حصل، يعني لماذا هذا الإنسان بهالطريقة يقتل بالملايين نزوة قائد؟ قائد ما عدة نزوة، هذه النزوات قادتها إلى حرب. زين دكتور، خلي نجي للحظة التشكيلية الفاصلة. أنت على ذكرك أنه العمل الستيني مبهر ومستفز ودسم وما زال. زين ليش أنا أجي 2024 المفروض أنا هاضم ذني كلهن، وعندي أدوات أكيد أحدث بكثير من الأدوات اللي استخدمها ضياء وسمرجي في حينها وكذا، وما أزال أنا أسير الكانفاس بالسطح التصويري العادي إلا من يعني التماعات بسيطة هنا وهناك؟ إحنا هذا الانقطاع من الثمانينيات، هذا انقطاع مؤلم جدا. يعني أنت الفن العراقي كان سباق عالميا، يعني أيضا يعني على المستوى العالم، أيضا يعني على مستوى العالم العربي إحنا سباقين، يعني ستخيرة الفنانين العرب اللي موجودين هم كانوا طلاب عندنا أو عند مصر. إحنا كانت ثلاث مدارس فنية مهمة بالوطن العربي: المدرسة العراقية والمدرسة السودانية والمدرسة المصرية، مع شيء من المغرب، يعني بعض التلميع الالتماعات اللي موجودة في المغرب العربي. طيب، هذه المدارس الفنية المهمة بدأت تأخذ استقرارها وبدأت تأخذ بصمتها من خلال الحركة. أنت من تقرأ سيفي الخاص بالمعارض الفنية العراقية خارج العراق، اللي كانت محطة من لبنان، من مجلة شعر، كأنما هذه المحطة المهمة لأدونيس والانطلاقة الكبيرة جدا للفن أيضا. يعني أنا دا أقارن لك السياق الثقافي شلون دا يشتغل. هذه المنطقة جدا مهمة، عملية انتقال الفن وإلى خارج العراق هذه مهمة جدا. يعني هذه انقطع بالثمانينات، جيل السبعينات ما قدر يلحق، لأن هستوى تخرج دخلت الحرب. إحنا جيل دخلنا الكلية تخرجنا لابسين الخاكي، وظل الخاكي لازمنا. كان ينتظركم احتلال الكويت والحصار في ما بعد. زائدا المآسي الأخرى اللي هي إحنا جيل الحروب، أنا أسمي نفسي يعني أنا من جيل الحروب الخارج من الأجيال. على أحد قصائد الجميلة لأخواننا التسعينين يقول: أنا أشكر الحرب السابقة التي تركتني إلى هذا الحرب. أعتقد كريم زغيدي أو كذا هيك شيء. يعني طيب، على العموم فأباوع على قضية مهمة جدا. يعني مباشرة 8 سنوات عجاف، ثم براها يعني الحصار، هذا أثر على التقنية فيما بعد اللي يصير. هذا القطع ما كنت أراكم طبعا، هذا لأن أنت ما عندك تماس بالعالم،
والتجارب الحديثة. يعني هسه احنا مثلا الفن الرقمي، الأجيال اللي هي ما بعد الألفينات هذه قدرت تتلمسه، لأنه دخلت إلى الساحة التقنية وإلى فن الديجيتال وإلى الفن الرقمي أكثر من عندنا، أسرع من عندنا، وهم أيضا أكثر مبدعين بهذا الجانب. طيب. ولذلك تجد هذا موجود في هذا الميدان، يعني هم في هذا الميدان حكم اقترابهم تقنيا بواسطة الإنترنت. طيب. قطيعة هذا. دكتور، أريد ننتقل للدكتوراه جماليات المكان في التشكيل في الفن العراقي. في الفن العراقي. نعم. المكان حظر بشكل كبير رغم اللحظة الأممية أو العالمية التي مر بها الستينيون. يعني المكان واضح فايق، المكان واضح عند قادر الرسام، عند جواد، عند كذا. الستيني ينظر وبوصفه هو ذهنية عالمية، اللي يصير بنيكاراغوا والصين وروسيا هو معني به. فحضر المكان العراقي بشغلهم؟ المكان هنا أخذناه من مستوى آخر، هنا المكان الكوني، المكان الإنساني، المكان اللي مثل جيفارا. يعني جيفارا مو فقط أمريكا الجنوبية، جيفارا أصبح إيقونة لكل ثورة. نعم. مثل الحسين عليه أفضل الصلاة. نعم. بلا تشبيه، الحسين ثورة. نعم. شئنا أم أبينا، وتناولوه الستينيين واليساريين واليساريين تحديدا بخطاباتهم في أروع ما يمكن، مظفر وضياء كثير. أيضا يعني حتى رافع الناصر عد عمل رائع جدا. نعم. عن ضياء العزاوي عنده معرض كامل، كاظم حيدر أيضا عنده معرض الشهيد. كامل ثورة. نعم. الشهيد حتى شاكر عنده مجموعة أعمال، شاكر حسن آل سعيد اللي هو يتحدث. القصد من القضية أنه المكان هنا المكان الإنساني أصبح يحلق بمستوى أعلى، وليس مكان الجغرافي. عن المكان الجغرافي اللي حاول أن يوثق جغرافيا وفوتوغرافيا مثلا عبد القادر الرسام، وثم جيل الرواد، يعني وبالذات جماعة الرواد. يعني هنا اشرح لي المكان. أنا المكان منظومة علاماتية شاملة. طيب. منظومة تماس ما بين الفنان ومحيطه، الفنان ومحيطه الثقافي، الفنان وبيئته. يعني هسه لو نيجي لورنا سليم، لورنا سليم من أفضل الفنانات العراقيات اللي وثقت المكان العراقي، مع العلم هي امرأة بريطانية. اندكت بالمكان وتمغنطت به، أيضاً بتأثيرات من محمد مكية اللي شغالها، بالإضافة. نعم. إلى طبعاً لأنه البنية المعمارية. نعم. ضاغطة بهذا النص، زائداً جواد سليم. هنا مثل فايق حسن، يعني كان من يأخذنا إلى طبيعة، نرسم طبيعة خارج يعني خارج كلية الفنون بالوزيرية، قارئة على الأطراف، تعامل بالمكان تعامل الخصب جداً، يتعامل مع النخلة بروح أخرى، يتعامل مع الريف، ولذلك أخذ ألوانه وهو راح للبادية، عاش وياهم، يظل وياهم أسابيع، يظل هناك يأكل وياهم ويشرب وياهم. هذا غير سفرة الأهوار وسفرة كردستان طبعاً. هذه السفرات لاحقة، يعني من السبعينات، هذه السفرات اللي دائماً توثق، هذه السفرات الأخيرة في عمري بالثمانينات، لا سفراتها من السبعينيات أو جولاتها من الستينات، هو ناظم رمزي وجواد لا هو مبكرة حتى من الخمسينيات عندما راحوا للشمال ورسم. نعم. ذني البورتريتات الرائعة للفن للشخصيات الكردية. نعم. اللي موجودة في حتى في مناطق إدهوك. المكان كان بالنسبة لهم هويتهم، يعني هو يرسم لاندسكيب أوروبي، خلنا أرسم لاندسكيب عراقي بهذا المعنى. لكن المكان أخذ غير بعد عند الستينيين، ثم ينطلق باتجاهات أخرى مع السبعينيين والثمانيين والتسعينيين، يأخذ غير أبعاد وغير مستويات. خلي أجي على فناني بابل، أرجع على السياق البابلي. أيضا المكان جدا ضاغط على أعمالكم. يعني قلت لك هي بابل بحد ذاتها كاسم مهم جدا. يعني أتذكر في قصة الحضارة والديورانت يقول هناك حديث أو يعني كلمة أو عبارة صينية يقول كل العالم سوانا عمي إلا أهل بابل فهم عور. هذا الصينيين القدماء. أوكي. نحن نشوف همزين مدح، سياق مدح طبعا. يعني بمعنى أنه صاحبين عين، يعني صاحبين ثقافة، صاحبين. فأنت يعني تمغنطك بالمكان قريب جدا من خلال أول شيء المنظومة التاريخية ممثلة، زائدا البنية الريفية القريبة، الحلة حلوة جميلة، كل شيء لطيفة، جنة. يعني ويسموها جنينة ويسموها الفيحاء، ويعني في مروياتنا الشعبية أنه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام حل حزامه بالحلة وعلاقتها بمشهد الشمس. هذه العلاقات الحميمية، بيئة محافظة على نفسها إلى حد ما، بيئة اجتماعية شبه منغلقة، المكان مغلق، خارج المدينة انفتاح، فأنت أطراف المدينة منفتحة ريف،
فتداخل الريفي مع المدينة المفتوح، المكان المفتوح أسميه، مع المكان المغلق، هذا سوى احتدام، هذا يبين خطابه بالرسم. فهناك مكان مغلق، وهذا قد يكون مكان درامي وقد يكون مكان مأساوي، كما في يعني لحظة انتظار داخل مؤسسة أمنية. نعم. يتحول المكان مدمر، المكان المغلق، والمكان المفتوح هو البراءة، وهو الحرية، هو النقاء، هو الامتداد، هو الأفق. يعني انت مثلا على سبيل الفرض تشوف أعمار رافع الناصري بيها انفتاح أفق، لأن هو من تكريت، اطلع من تكريت المدينة عبارة عن 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 عن, أفق مفتوح، عن فضاء مفتوح، فضاء مفتوح، يعني تلال عمرين من هذا الجانب، ومن هنا أرض مفتوحة، فانعكس تنعكس. ابن المدينة ينغلق عند المكان لأن حكم المدينة ضاغط. يعني تعمال حافظ الدروبي إلى حد ما هي مغلقة. أزقة مغلقة، ولذلك يسموه فنان المدينة. فائق حسن يطلع من المدينة يروح للطبيعة، لأن هو أصلا من محمودية بالمناسبة، يعني أصلا هذا حوار معايا، قلت له تمين أستاذ فائق، قال لي أنا أصلا من المحمودية وجنابي، وإجيت هنا لأنه توفى والدي وخالي، هو القصة معروفة. نعم. اللي بعدين شلون يتعرف على نعم. عن طريق الصدفة مع الملك ملكي. ويصير فائق حسن. تصنف نفسك فنان مدينة ولا فنان ريف؟ يعني يعني مو الأداء، الأداء بالعكس كوني، لكن القصد لحظة الانطلاق أمام الفضاء البصري البياض، تنطلق من البراءة لو من بالضبط. قضية مهمة جدا على مستوى يعني عملية الفعل الجمالي اللي أشتغل عليها. أول شيء يعني ما أشتغل على لوحة قديمة، أي واحد أشتغل على منظومة براءة، يعني لازم عندي سطح أبيض وأشتغل بهذا الفضاء، أوزع مفرداتي. أنا دا أحكي لك على التجربة الأخيرة. لا تحرق لي هارد، نوقف يما التجربة كلها. يعني هو يعني أيضا أنا أشتغل على الفضاء المفتوح مباشرة، وثم تدخل المفردات تغلق هذا الفضاء شوي شوي، لكن عندي ميسم منطلق إلى الخارج اللي هو دائما اللون الأبيض. أنا ملاحظ لون أبيض موجود، إذا مو لون أبيض لون أصفر ينطلق إلى الخارج. بعض أعمالك أصلا تقوم على الحذف بالأبيض أكثر من الإضافة باللون. هو صراع ما بين الأبيض وما بين مفردات. أنا أشتغل على بنية اللي تشتغل ما بين القيمة الموجبة اللي هي الكتلة، والقيمة التي تدعي سالبة اللي هي الفضاء الفراغ. أنا ما عندي هيك شيء. زين دكتور، من فتحة الكانفاس يعني أشتغل على هذه المستويات. تفتح الكانفاس من الكيس وتخلي هاي الخشبات حتى الكانفاس ما يبوط مثل ما نقول، هذا البياض يعني يثيرك لو يخوفك؟ بالعكس أنا ما أخاف، عندي لحظة عشق بيني وبين اللوحة. بالفترة الأخيرة أشتري طول كامل 30 متر، أستمتع من أفتح كليته وأمشي بداخله، وبدأت آخر شيء أعمالي يعني تكبر، كلش تكبر، تكبر بحيث ماكو شاصي يلمها، ما عندي شاصي يلمها. فالفضاء المفتوح يعني أشتغل العمل من يعني من السطح مالت هذا جدار وينزل وياي الأرض، بحيث أنا أدخل بي وطبي، وهذا حالة وجودية كاملة. يعني أتعامل ويا طقس، يعني عندما أستمع إلى النص القرآني مثلا أسمع المنشاوي صورة الحشر على سبيل الفرض، أو أقوم أرسم، فأدخل بغير عالم. يعني ليش ترسم دكتور؟ حتى أكون، أنا أرسم لكي أكون. والتفرعات الأخرى، كونك أب، كونك أكاديمي، كونك قارئ، كونك كذا، يعني السنتر مالتنا الرسم؟ ذنيتها كلهن علامات جو، علامات محيطية. السنتر الحقيقي بدليل أنا عندما أغادر هاي الحياة يبقى رسم، وقد يكون كتاباتي أيضا أكتب أنا. هيجي الرسم من الممكن أن يحقق وجود؟ العمل الإبداعي ممكن أنه يرضي كينونتك لهذه الدرجة؟ بالتأكيد، لأنه جل وقتي وجل وقت عمري، يعني أنا أقضي ساعات طويلة منذ الصبا، يعني أنا مثلا أرسم معايدة بالمتوسطة 9 ساعات متواصلة أرسم، حتى أرسم طير جميل. هذا الاندكاك بالرسم خلالي شيء من العزلة، والعزلة عزلة الفنان مع عمل الفني مهمة جدا، لكن في فكرة يعني الانتشار والتسويق لا، هذه خاطئة. هو هنا أنا أريد أسأل، يعني العمل اللي أنت تشتغله مثلا 6 أمتار بمترين، هذا منو راح يقتني؟ منو راح يفهمه؟ أنت لا راسم خيول، لا راسم بداية يوم آشوري مثل جداريات أساتذتنا الأعمال الموجودة بالمطار، أنت تشتغل عوالم غريبة. هذه وكأنما تبدأ ترسم، تتعب على عمل تعرف أنه لو ينباع لو ما ينباع.
التلبيع يشكل لك شيء مهم؟ ما يشكل لي هاجس، بدليل أنا لو كان هاجس إبداعي أشتغل على ذائقة جمالية تقتني، تفكر تقتني خلال السطوح، من خلال الأشكال، من خلال التراثيات. مو أنا قلت لك هي الرسم عندي لحظة وجودية، لحظة يعني أكون أو لا أكون. ولذا عندما أرسم أرسم لأنه لكينونتي حقيقة ذاتية، لعلاقتي أنا كإنسان، لعلاقتي مع الزمن، لعلاقتي مع التاريخ، لعلاقتي ما بعد. هل من الضروري أن يكون الفنان معرفيا؟ أي بمعنى أنه يعني إحنا عندنا رسامين وعندنا فنانين، واضح الفنان اللي يقرأ، اللي يطلع، اللي يحاول أن يوسع مداركه، من أعمال شاكر حسن آل سعيد وصل اللي أعمالك أعمال علي آل تاجر كذا، قراء عندكم مكتبة وتقرون وتحفرون. لكن هل من الضروري أكو فنانين عظام ما كانوا يقرون، ما مهتمين باللحظة المعرفية؟ أنا في تقديري مهم جدا، يعني كبار الفنانين عظماء الفن اللي يعني سذاردنا نشكل ثلاث فنانين مهمين بالعالم، اللي مثلا على سبيل الفرض الحداثة قامت عليهم بابلا بيكاسو على سبيل الفرض، وبولي كلي زين، وجورج براك، وحتى سلفادور دالي، بالرغم المشكلات الكبيرة بينه وبين أندريه بريتون، وحتى طرده من السريالية لمواقفه مع فرانكو، نجدهم ناس مثقفين، ثقافة عالية جدا، وتماسهم مع يعني مودريان عنده صديقة فيلسوف وعالم رياضيات، يعني ايش تتوقع ايش يصير يعني. لذلك هذا ضاغط موجود، فالثقافة والمعرفة مهمة جدا، وبالنتيجة النهائية راح تقود الفنان إلى أن يصبح مؤسسة. يعني شاكر حسنات سعيد مؤسسة، جواد سليم مؤسسة، ضياء العزاوي مؤسسة ثقافية ومعرفية وعدة هم معرفي. هذا وتشوفه يصمم ويرسم ويألف ويرسم ويتابع فنانين تشكيليين معاصرين، ويتقصى فنانين عرب، ويتقصى فنانين عالمين، ويتقصى مآسي بلدك بكل تفاصيلها. يعني آخر الأعمال المهمة جدا المفاهيمية موصل، يتحدث عن مأساة الموصل، تخريب الموصل وأيضا حلب واختيال الكفاءات العراقية أيضا، فأعماله مهمة جدا طبعا بالمناسبة، ومؤثر بأثر على جيلنا، جيل مهم جدا اللي من ضمنهم محمود العبيدي، انتقل إلى مستوى عالي جدا، يعني إلى مستوى فني عالمي. طيب فضياء العزاوي مؤسسة حقيقية، مؤسسة معرفية، مؤسسة موثق للحركة التشكيلية العراقية بأدق تفاصيل اللي دا يسوي بجلة ماكو بصراحة هذا. وأيضا يعني تشرفت بكتابة مجموعة مقالات في هذه المجلة، واحد كان عن الخزف، عن خطاب الخزف، واحد عن الخزف، واحد عن نهر راضي، مادة عن علي طالب، أيضا كتبت مادة مهمة يعني عن أهم الخزافين العراقيين الكبار اللي هو سعى الشاكر وطارق إبراهيم وفالنتينوس، يعني مادة تقريبا حدود 52 صفحة في مجلة ماكو، كانت مادة ثرية. دكتور انتهى الجزء الأول، خلينا نختم ننتقل للجزء الثاني ورا ما نرتاح شوية. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الحوار الثري مع الدكتور مكي عمران الفنان التشكيلي والأكاديمي العراقي. انتظرونا في الجزء الثاني من الحوار. تحياتي في الإعداد والتقديم علي وجي، وإلى الملتقى.